نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سويس قافلة طبية شاملة تستهدف 3 قرى بالمحافظة بالتعاون مع 5 من جامعات شرق دلتا. وقال منسق حياة كريمة في السويس محمود عبد العزيز إن القافلة غطت أغلب التخصصات الطبية، مشيرا إلى أن القافلة صرفت العلاج للمواطنين. وضمت القافلة أيضا جلسات توعوية وجلسات تثقيفية وندوات إرشاد زراعي وندوة لبرنامج مودة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي. القافلة دي بتضم العدد من التخصصات، منها تخصصات طبية وزراعية وبيطرية وتمريض وتثقيف صحي. الحمد لله احنا اخترنا المكان ده في جنيفة لانه على اساس انه ده مكان لتجمع عدد كبير من المواطنين ويقدر يخدم عدد كبير من المواطنين. بنحاول ان احنا نوصل لجميع الاهالي في الاماكن الاكثر فقرا والاكثر احتياجا، وبنقدم لهم الخدمات المتنوعة، سواء كانت الخدمات دي من الناحية الطبية او التمريضية او من الحاجات التنموية اللي احنا نقدر نقوم بتوعيتها لجميع الاهالي،